اهلا بكم من جديد على عوده بوابه الاهرام. المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامه العليا قال انه لن يتم اخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك الان، وان قرار نيابه الاموال العامه الصادر بحبسه 15 يوم ينص على قضاء مده العقوبه عقب انتهاء جميع عقوبات الحبس الاحتياطي والسجن المقرره على المتهم. وقال الحسيني في تصريحات لبوابه الاهرام ان التحقيقات في قضيه الاموال أموال الأهرام أو هدايا الأهرام ما زال مستمرة، رغم أنه أشار إلى طلب فريد الديب بالتسوية وعرض سداد 18 مليون جنيه قيمة الهدايا التي حصل عليها مبارك وأفراد أسرته. إذن موضوع التسوية ما زال جاري، ويبدو أنه لم يتم حسمه في النهاية بخصوص الأموال التي طلب فريد الديب ردها في قضية هدايا الأهرام. ولكن أكد المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة أنه لن يتم الإفراج عن مبارك بعد نقض حكمه في قضية قتل المتظاهرين والقضايا الأخرى. ننتقل إلى قضية تانية، وهي قضية القضاء، الخلاف مع القضاء وله شقين الحقيقة. شق له علاقة بالنيابة العامة ورفض عدد من أعضاء النيابة العامة، عدد كبير الحقيقة من أعضاء النيابة العامة، بقاء السيد النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله في منصبه. غدا جمعية عمومية للنيابة العامة يقررون فيها إما التصعيد أو يشوفوا ماذا سيفعلون بهذا الأمر. قالوا إن هم تركوا الأمر طبقا لاقتراح ومشاورات مع المستشار مكي وزير العدل ان هو بعد اسبوعين يتم حل القضيه. انتهت مهله الاسبوعين، وغدا جمعيه عموميه للنيابات العامه لاتخاذ قرارات ماذا بعد. وايضا هناك اجتماع بين المستشار مكي وزير العدل غدا مع وفد من رؤساء انديه الاقاليم بمقر مكتبه لمناقشه قانون السلطه القضائيه، قضيه النائب العام من ناحيه وقانون السلطه القضائيه من ناحية أخرى، وخاصة ما يتردد على أنه سيتم تقليل سن المعاش وبالتالي الإطاحة بعدد كبير من المستشارين ومن القضاة، وما يعلاه تفسير المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، واللي متوقع أن يذهب مع عدد من رؤساء نوادي القضاة في الأقاليم للمستشار أحمد مكي. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير استاذ. ايه جدول اعمالكم بكره في لقائكم مع وزير العدل؟ ان شاء الله هو اللقاء بكره مع الاستاذ المستشار وزير العدل الاستاذ احمد مكي، وتم تحديد بكره بعد اتصالاتي به ان شاء الله النهارده، وهيكون بعد بكره بعد الظهر ان شاء الله هيكون اللقاء بين الوزير العدل ورؤساء انديه القضاء بالاقاليم وممثلين عن نادي قضاة مصر. هيكون جدول الاعمال يعني بندين، البند الاول هو ازمه السيد المستشار النائب العام، والبند وده البند الاهم وله اولويه، والبند الثاني خاص بقانون السلطه القضائيه. بالنسبه للبند الاول هنبحث معه ما تم في شان اجراءات حل هذه الازمه وبحث سرعه احتوائها. الهدف من ده اولا يستقر اعضاء النيابه العامه في اعمالهم والقضاه في محاكمهم، ولانه الحقيقه الازمه يجب الا يعني تتفاقم ويجب ان تنتهي وبسرعه. وانا اعتقد في حديث النهارده تليفونيا مع السيد المستشار وزير العدل هو متفهم هذا الوضع، وانا بعتقد انه يعني لديه النيه لحلها، فان شاء الله يعني طب حلها في اي اتجاه يا سياده المستشار؟ يعني كل تصريحات السيد وزير العدل بتتجه في اتجاه واحد، ان النائب العام مستمر في مكانه وانه لا يمكن ان يطلب منه الاستقاله. على الجانب الاخر اعضاء النيابه العامه ما اعرفش عدد منهم قد ايه، ما زال مصر على ان يعود السيد النائب العام الى منصه القضاء ويترك النيابه العامة، تتحل ازاي؟ شوفي يا استاذة لميس، هي المشكلة يعني مش شخصية مع المستشار طلعت ابراهيم، هي يعني المشكلة بدأت زي ما حضرتك عارفة مع الإعلان الدستوري بتاع 21/11/2012 اللي هو اعتبرناه انتهاك لحصانة القضاء والتدخل في شؤون القضاء. الحل أطراف الأزمة مين حاليا؟ النائب العام، مجلس القضاء الأعلى، الوزير، والقضاء بصفة عامة، ورجال النيابة العامة بصفة خاصة. احنا يهمنا ان الحل يكون وفقا للقانون والدستور.
وله عدة سيناريوهات، بس زي ما قلت يمكن حضرتك قبل كده، أنا مش عاوز على الهوى، لكن في ذهننا وفي ذهن الوزير يعني البدائل كثيرة للحل، إن شاء الله هتكون هي المعروضة بكرة للمناقشة. طب غدا في نفس التوقيت، أعتقد إن نعم، يعني غدا في نفس التوقيت في جمعية عمومية للنيابة العامة، هل تتوقعوا ان هم هيصعدوا؟ تتوقعوا ان هم هيتوافقوا؟ يعني متوقعين ايه من هذه الجمعيه؟ انا عندي يعني ان شاء الله امل كبير، وهم مجتمعين واحنا في نفس الوقت مجتمعين مع الوزير، هيسمعوا ان شاء الله اخبار حتى يشعر الجميع فيها بالراحه، وان في احترام للقانون والدستور. اخبار يشعر الجميع فيها بالراحه من انهي اتجاه بقى يا سياده المستشار؟ الراحه بان احترمنا القانون والدستور، يعني النهارده هقول لحضرتك مين اللي بيعين طبقا للدستور الجديد لما نفعله، مين اللي بيعين؟ النائب العام، مجلس القضاء الاعلى، مظبوط، هو الذي يختار طبقا للدستور. طيب ما ممكن مجلس القضاء الاعلى يختار سياده المستشار طلعت عبد الله ويقول لك انا اخترت هذا الرجل. احنا انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا بنثق في مجلس القضاء الاعلى، ده شيوخ القضاء، ومجلس القضاء الاعلى عنده حس في تقدير الموقف وتقدير الظروف والملابسات اللي بتحيط بالموضوع. طيب هناك نقطة أخرى اللي هي قانون السلطة القضائية الجديد والكلام عن تخفيض سن التقاعد، ماذا يقول؟ اتفضل يا فندم، ماذا يقلقكم في ذلك؟ موضوع مقلق جدا لسبب، لأنه هو طبعا أثير في الإعلام في الفترة الأخيرة بأنه من ضمن حزمة القوانين المطلوب بحثها واستصدارها ولها أولوية هو قانون السلطة القضائية. نعم. احنا هذا الموضوع هو قضيتنا، كل رجال القضاء قضيتهم استقلال القضاء اللي بيهم الدولة، اللي هو حصن الحصين للدولة، هو الحصن للحاكم والمحكوم. أنا عاوز أقول لك عبارة تجمع كل اللي أنا عاوز أقوله، السلطة القضائية منطقة لا يجوز اللعب فيها. هو أنت حضرتك حاسس إن في حد بيلعب فيها يا فندم؟ بص أقول لحضرتك، القضاء للجميع، القضاء يجب ألا يكون لفئة ولا الجماعة ولا ينحاز لفئة ولا جماعة ولا الحزب. يجب ألا يتسترط أحد باللعب في هذه المنطقة، لا جماعة ولا حزب ولا أحزاب. القضاء هو شعب مصر لن يسمح باللعب في منطقه القضاء. طيب موضوع تخفيض سن التقاعد ده لماذا يقلقكم؟ اولا حضرتك بتاخدي خيره رجال القضاء اللي هم الخبرات المتراكمه، وكلها بتقول لهم مع السلامه، تاخدي الخبرات، تاخدي خبرات. ايه الهدف من وراء؟ طب اذا كان كده، واكيد المستشار مكي فاهم كده، ايه الهدف من وراء يا فندم؟ يعني الهدف انه تعيين اشخاص في القضاء، وبالتالي يعني انا مش عاوز اتكلم بس على الهوا حضرتك، عشان انا عاوز اقول الكل يطمئن ان احنا قضيتنا استقلال القضاء، وانكم هتدافعوا هنا، يعني تقصد تعيين اشخاص ربما يكون ولائهم في اتجاه اخر؟ لن يكون في يوم من الايام ولاء القاضي لاحد الا للعداله وللقانون للعدل. احنا طيب. مش يعني القضاء لن يصدروا احكام لارضاء الناس او ارضاء فئه. سؤالي الاخير، هل الشعور بالسرعه في قانون السلطه القضائيه تشعر انه ضمن، وانا هقول لك تفسير التامري، وانا انا المتامره طبعا، فهل تشعر ان في اللي بنسميه الجزره والعصا والجزره في قضيه النائب العام ما ينفعش مع القضاء ولا الجزره، مع القضاء العصا والجزره. انا هقول لحضرتك على حاجه وبتكلمه بامانه، النهارده حينما جاء يعني المستشار احمد مكي، قضيته كانت من زمان، المستشار احمد مكي وزير العدل قضيته استقلال القضاء، وانا اعتقد ان المستشار احمد مكي هذه القضيه لابد ان يكون معنا فيها. وهقول لك حاجه ثانيه، الحزب النهارده استاذ الدكتور رئيس الجمهوريه جاي من جماعه اخوان المسلمين، كان في برنامج اخوان المسلمين استقلال القضاء. استقلال القضاء خط احنا كلنا اعتقد هنتفق عليه. نعم. مش هيحصل فيه خلاف على الاطلاق، لان هذا هو كان برنامج اخوان المسلمين مع اختلاف التفسير طبعا باستقلال القضاء. يا سياده المستشار انا بشكرك. القضاء ليس له تفسير الا الان. القضاء للجميع، حصن الامان للجميع، وانا متفقه معاك تماما. ليس لفئه ولا جماعه ولا حزب طبعا، وانا متفقه معاك تماما طبعا. بشكرك سياده المستشار عبد الستار امام، رئيس نادي قضاه المنوفيه، واحد الحقيقه مدافعين عن استقلال القضاء. يعني كل فتره بيبقى عندنا مدافعين عن استقلال القضاء، بيتغيروا بعد فتره، لكن ما زلنا ندعم استقلال القضاء وندعم مواقفهم عندما يدافعوا عن استقلال القضاء، حتى لو كانوا 2005 اتغيرت موقفهم دلوقتي. الحقيقة ان الدولة مهتمية بالسياحة اهتمام كبير جدا.
ومفيش يعني احنا بنضع السياحة في قمة أولوياتنا، قمة أولوياتنا كدولة، قمة أولوياتنا كحكومة، قمة أولوياتنا كشعب. وعشان كده الكلام عن السياحة كتير، تلاقوا إيه؟ مفيش جملة عن السياحة بتعدي، مفيش اهتمام بالسياحة، مفيش، ما بنسمعش عن السياحة خالص على الإطلاق. وهقول لكم نموذجين للاهتمام الحكومي العظيم بحكومة الدكتور أنديل وحكومة الدكتور مرسي العظيم بالسياحة في شرم الشيخ. عارفين بقى شرم الشيخ جوهرة التاج المصري، جوهرة الصور دي من خليج نعمة. طبعا كلنا عارفين خليج نعمة، مفيش يعني معظم المصريين راحوا المكان الجميل ده وتمشوا على الشارع الجميل ده، شارع اللي في خليج نعمة اللي فيه كل البازارات والسياح بيبقوا ماشيين، ادي منظر السياح وهم بيخبوا مناخيرهم من الريحة، وادي المشهد في خليج نعمة عشان تعرفوا هذا الاهتمام الكبير بالسياحة. المشهد ده بقاله قد ايه يا جماعة؟ بقاله قليل؟ بقاله كتير. المشهد ده، هذه المشاهد، ادي الفناء، ادي البازارات، ادي الشارع الرئيسي، وادي خليج نعمة الذي يعني يغرق في مياه الصرف الصحي. دي مدينة شرم الشيخ، دي كانت مكان عظيم، مكان رائع، مكان يعني اعظم سياحه فيها ومر. لكن احنا طبعا عشان دوله مهتميه بالسياحه، وعشان الحكومه ترى ان السياحه هي المفتاح الذهبي لعوده الاقتصاد المصري، فده شكل خليج نعمه في ظل حكومه الدكتور انديل والدكتور مرسي. سيد مجاهد رئيس ائتلاف المستاجرين بشرم الشيخ، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. قول لي ايه الوضع عندكم؟ المجاري دي طفحه بقالها قد ايه والوضع ايه عندك؟ والله اقول لحضرتك على حاجه يا فندم، اللي انت قلتيه باختصار جدا. شرم الشيخ دي دره مصر، هي سلت السياحه اللي بتيجي مصر، اللي محدش مهتم بينا. احنا مش بس المجاري اللي طافحه عندنا، احنا كل حاجه عندنا طفحت خلاص. احنا بقالنا سنتين بنعاني كل شيء يخطر على بال حضرتك، من اهمال من رئيس الجمهوريه، من حكومات، من محافظه، من رئيس في المدينه، من المحافظ. احنا مش تقريبا مش على خريطه الدوله. الحكومة عندنا تقريبا عاوزة تقضي على السياحة، تقضي على حوالي 5 مليون مواطن عايشين من خير السياحة، على 20 مليون مواطن عايشين وراهم، بياكلوا من وراهم وبيعيشوا من وراهم. احنا الوضع عندنا في السياحة فوق ما تتخيلي حضرتك. احنا الوضع عندنا بقت الناس وصلت ان ما بقتش تقدر تدفع مصاريف المدارس لاولادهم في المدارس. قول لي يا استاذ سيد، يعني المجاري دي اللي ضاربه في كل مكان، في احسن مكان في خليج نعمه، يعني في الشارع الرئيسي رابع اللي فيه مره يا فندم بتحصل في 6 اشهر. رابع مره. طب ايه المدينه مش في رئيس للمدينه ومحافظ وحاجات كده؟ في رئيس من مدينه وفي محافظ، والمحافظ بيهتم برجال الاعمال. ما هو مفيش رجال اعمال. فين؟ مفيش رجال اعمال. لا، اللي موجودين اللي فاضلين بيهتم بالاعضاء مجلس الحريه والعداله اللي هم عاوزين ياخدوا اصوات وياخدوا ارضيه. طب الحريه والعداله مش مين النواب اللي كان، مش كان في حريه وعداله عندكم ولا ايه؟ المفروض اللي موجودين بس مهتمين عشان يعملوا يلغوا الوضع القديم ويحطوا ايديهم على كل مفاصل الدوله، ده موجود في كل حته، بس يهتموا بالمواطن، السياحه، ببيوت الناس اللي مفتوحه واللي بتاكل من السياحه. يعني انا صوره السايحه دي اللي معديه جنب المجاري دي مش هتيجي تاني، دي هتكره اليوم اللي جت فيه. اهي بص المنظر، يعني هتكره اليوم اللي هي جت فيه شرم الشيخ. والله ده اللي شفتيه حضرتك، ده في ده انا اقول لحضرتك انا ما قدرتش ان انا اسجل بالانجلش الكلام اللي كان بيقوله الاجانب. انتوا كلمتوا المحافظ، كلمتوا شركه المياه والمجاري؟ امبارح من الساعه 11 الصبح لغايه الساعه 9 بالليل، والمنظر اللي حضرتك شفتيه ده كان موجود في قلب خليج نعمه، خليج نعمه اللي ما كانش يقدر يبقى فيها ورقه مرميه في الشارع. المنظر ده بقى في خليج نعمه. خليج نعمه ده مش قولك في اماكن متطرفه في شرم الشيخ. الزباله بقت في الاماكن البيوت عندنا، والفيلل اللي احنا عايشين فيها بقت في كل مكان. احنا بصي، وانا موجودين على خريطه الدوله. ده الرئيس مرسي كان قبل الانتخابات كان موجود هنا في شرم. لو انا سجلت لحضرتك تسجيل الكلام اللي قاله واللي وعدنا بيه، احنا تقريبا كل انتخبنا رئيس غير ده. احنا سمعنا كلام. انا واحد من الناس، انا اقول لحضرتك انا للاسف سيد انتخب رئيس غدا. شكرا يا استاذ سيد، اشكرك استاذ سيد مجاهد رئيس ائتلاف المستاجرين بشرم الشيخ. ادي خليج نعمه، اهتمام رئاسي
عظيم، وكأن شرم الشيخ بتعاقب غالبا لأنها كانت المكان اللي موجود فيه رئيس سابق مبارك، غالبا في عقاب لشرم الشيخ، يعني قرر النظام الجديد انه يعاقب شرم الشيخ لأنها كانت مقر النظام القديم. طب ذنبهم ايه؟ طب ذنب السياحة ايه؟ زي ما المرشد قال، وايه ذنب النباتات؟ ذنب السياحة ايه؟ يعني ذنب الناس دي ايه؟ ذنب السياح اللي بيقدر، يعني هل ده مشهد؟ يعني لو انتوا سعداء كده خلاص، يعني لو انتوا شايفين كده عشان تطفشوا الناس وتقفلوها وبعدين تنزلوا تشتروا الاوتيلات والاماكن ب 50% زي ما بيتقال دلوقتي ان في ناس نازله تشتري الحاجات ب 50%، عايزه توقع السياح عشان تشتريها ب 50%، يعني انا مش هؤمن بالمؤامره دي، لكن هؤمن بالمؤامره اللي انا شايفاها على خليج نعمة وعلى شرم الشيخ. انت فين يا سيادة المحافظ؟ ده ملوش علاقة بقى لا بالدستور ولا بالاستقرار ولا ان المظاهرات عاملة مفيش مظاهرات هنا خالص، ملوش اي علاقة. الشغل العادي ان المحافظ ياخد باله ان المجاري ما تطفحش في خليج نعمة، ده ملوش اي علاقة لا بمظاهرات ولا باستقرار ولا بصندوق النقد الدولي ولا بالدولار ولا باي حاجة. ده المفروض المكان ده هو اللي يجيب لك دولارات. عندي بقى نموذج تاني برضو للاهتمام بالسياحة، المرة دي بقى إذا كانوا الإخوان بيكرهوا السياحة الشاطئية ما بيحبوهاش، ماشي عايزين يغيروا، عندي بقى نموذج آخر، سياحة الآثار. دهشور، مكان بقى إيه؟ دهشور ده أنتوا عارفين طبعًا دهشور دي إيه؟ دي منطقة أثرية بتبتدي من أبو رواش، فيها جزء من أهم الآثار في منطقة الأهرامات، وفيها أهرامات اللي هي أقدم من أهرامات الجيزة، يعني فيها الأهرامات بتاعت سنوفر واللي هو والد الملك خوفو، وفيها طبعًا آثار، مجموعة من الآثار المهمة جدًا. في منطقة بقى اتخذت، هتتعمل إيه؟ خدوها كده بالأمر المباشر أو بوضع اليد. تم التعدي عليها وهيعملوها يا جبانات، بعض المواطنين تعدوا عليها جبانات أو بيزرعوها. خلونا نسمع قصة آثار دهشور اللي بتنهار هي رخرة من وهيبة صالح كبيرة مفتشي منطقة آثار دهشور. يا أستاذة وهيبة مساء الخير. مساء الفل. احكي لي بقى قصة دهشور واحكي لي بيحصل ايه الصور اللي احنا شايفينها دي. دهشور بدأ التعدي عليها من بعد احداث الانفلات الامني اللي حصلت بعد الثورة مباشرة. واحنا يعني كنا شايفين طبعا ان الداخليه مش موجوده، واحنا بنعمل محاضرنا الاداريه لان احنا ما عندناش اي حلول ثانيه، لحد ما جه الوزير محمد ابراهيم من سنه تقريبا، رحت انا ومدير المنطقه في مكتبه يوم 28/3 وخدنا الصور اللي هو تمهيد الاراضي باللودر وزراعتها والحفر اللي هو الجماعي بقى، مجموعات مسلحه بتخش وتحفر وتنقب في الاثار، ودي منطقه دهشور من المناطق اللي كانت بكر حتى الثوره. بعد الثوره ما بقتش بكر خالص لانها هتكت من بعد الثوره. فقال لنا اعملوا لنا خطه امنيه واحنا هنشتغل، ده هو كان لسه جاي. عملنا الخطه الامنيه وعرضناها وقلنا احنا عايزين نامن هنا ونامن هنا وندعم المنطقه بالحراس وبالسلاح لان الحراسه اللي عندنا في المنطقه مش مسلحه. ما حصلش اي حاجه، احنا كل ما بيحصل تعدي بنروح نعمل محضر. عملتوا كم محضر لحد دلوقتي يا استاذه؟ مئات المحاضر من بعد الثوره، المفروض المحاضر دي يا استاذه تطلع بيها قرار ازاله في خلال 48 ساعه وفي حد اقصى 10 ايام. طب قولي لي اللي بيحصل قرار ازاله من الوزاره لحد النهارده من سنتين. طيب ده شجع الاهالي. اتفضلي. ده شجع الاهالي ان انا دلوقتي لو واحد جه ومهد ارضه وزرعها وجاره شاف ان مفيش حاجه حصلت له، الطبيعي انه هيروح ياخد الحته اللي جنبها وهيزرعها وبرده مفيش حاجه حصلت. فتقريبا الحفه الهضبه كلها اللي هي بتطل على الاراضي الزراعيه تم تمهيدها وزراعتها واستخدامها كمحاجر. المنطقه دي قولي لي بس يا استاذه وهيبه، المنطقه دي منطقه اثريه ممكن يكون فيها اثار؟ دي هي اثريه اصلا مش حرم، دي ارض الاثار. المشكله اللي حصلت من 10 ايام ان هجم بقى اهالي ثلاث قرى حوالي 1500 ويمكن اكتر مره واحده عند جبانه منشيه دهشور. فاحنا كلمنا الوزير يوم السبت اللي فات، مش السبت ده اللي قبليه، قال لنا كلموا الامين العام، وكلمنا الامين العام عشان اي حاجه تتحرك يا استاذه مفيش، الناس شغاله باللوادر وشغاله بتجيب تريلات طوب وبتبني، دخلت من عند من اول الجبانه عند الهرم الاسود وفضلت ممتده لحد دلوقتي ما وصلت لمعبد الوادي للهرم المنحني، وطردوا الحراس بتوع البعثه الالمانيه اللي شغاله. طب ده في خوف على الاثار نفسها، في خوف على هي اثار، ده هي ارض اثار. انا دلوقتي دي ارض اثار، انت لو حفرتي
على بعد متر هيطلع معاك الاثار. طب ما هو ده يعني، هل هم بياخدوا الارض دي عشان بعد شويه يحفروها وياخدوا الاثار ويبيعوها؟ هم قسموها خلاص، كل واحد ممكن يحفر جوه الحوش اللي بناه ده ويطلع اللي هو عايزه. الشرطه قالت لك ايه؟ رحتوا للجيش؟ طيب رحتوا الشرطه رفضت تخرج معانا اولا. احنا مشكلتنا باشا عليه، لان احنا شغلنا بالشراكه مع وزاره الداخليه بممثله في شرطه السياحه والاثار. يعني هي المفروض تمنع التعدي قبل حدوثه، وان حدث التعدي المفروض بتطلع معانا لتامينا، بترفض تطلع معانا، بترفض انها تحتكي بالاهالي، فبنضطر احنا كموظفين وحراسه غير مسلحه يا استاذه ان احنا نطلع ونحصر التعدي، لان احنا لا نملك ان احنا نعمل ده ونعمل اجراءاتنا الاداريه اللي هو محضر للوزاره بتاعتنا عشان تطلع قرار ازاله، ومحضر للشرطه علشان الشق القانوني يتم اجراءه. التخاذل في وزاره الاثار ووزاره الداخليه، والمشكله ان احنا على بعد 500 متر من الجيش، يعني احنا اصلا كانت دهشوت دي منطقه عسكريه، ده بيحصل تحت سمع وبصر الداخليه، الجيش، وزاره الاثار، واحنا يعني بدانا يعني احنا خلاص عايزين حتى نشهد اليونسكو دلوقتي، لان احنا حاسين بالعجز. الاهالي عندهم حجه ان هم عايزين يعملوا امتداد للجبانه، في طرق قانونيه العمل طبعا ده. طبعا هم لازم يقدموا طلب، احنا بنختار يعني الأرض. دي قصه تانية، بس في النهايه هذه منطقه اثريه، هذه منطقه بيها اثار، ده مش حرم الاثار، دي ارض الاثار، لا يمكن التعدي عليها. دي هي اللي هي يعني وبعد شويه انا ما اعرفش يكسروا الاثار نفسها ويبنوا بيها، ما هو يعني عادي يعني. هي الجبانه اللي من 20 سنه عشان يعمل فيها احلال وتجديد لازم يبقى فيه مفتش اثار واقف عشان هو بيعمل احلال وتجديد، لو انا بشكرك طلع معاه حاجه نبقى احنا موجودين. فما بالك منطقه اصلا ما اتحفرتش قبل كده، قاعدين شغالين، واحنا حتى الحراس من شهر ونص يا استاذه اتضربوا، واحد اتكسرت رجليه عملنا له مسمار بلاتين، ولا الوزاره موجوده ولا اي حد عالم بالناس دي حاجه. شكرا يا استاذ، شكرا استاذه وهيبه صالح كبيره مفتشي منطقه اثار دهشور. ده مشهد اخر من اهتمام الدوله بالاثار وبالسياحه، منطقه مهمه جدا، منطقه سياحيه اساسيه، يعني الاهرامات بقى مش هنقدر نغير الاهرامات، مش هنقول عليها حرام، فيعني منطقه اساسيه، ادي الناس تعدت عليها، مفيش اي يعني اي اي تحرك من الداخليه، مفيش تحرك من وزاره الاثار، بناشد القوات المسلحه برغم ان ده مش دورها الحقيقه، لكن بناشد السيد وزير الداخليه الجديد ان هو سياده اللواء محمد ابراهيم انه ينظر لهذه المنطقه، هذه منطقة مهمة، دي منطقة آثار يا جماعة، دي فلوسنا، دي آثارنا، يعني اقتصاد راح وأدينا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، لكن ده اقتصاد موجود، يعني ده الكنز بتاعنا، ما عندناش حاجة تانية خلاص. الشواطئ ودمرتوها، الآثار بقى، سيب لي الآثار يا سيدي، سيب لي أي حاجة الناس تيجي تشوفها. يعني أتمنى إنه يكون أي حد سمعنا، لأن الموضوع بقى محزن الحقيقة. الدولة مهتمة بالسياحة اهتمام عظيم جدا. قبل ما نخرج ونستقبل ضيوفنا الحقيقة، سيد وزير العدل كلمات أخيرة يعني كده بمناسبة مجموعة من الأشياء اللي كان بيذكرها. سيد وزير العدل دايما بيكرر مقولة قالها معايا في حواره منذ عدة أشهر، وقالها في حواره مع زميلتي دينا عبد الرحمن، حكاية التمويل لتمويل القنوات الفضائية. أنا أتمنى من السيد وزير العدل ومن السيد رئيس الجمهورية ومن كل السادة اللي بيتكلموا على تمويل القنوات الفضائية إنه وانس اند فور اول، قولا واحدا، أرجوك طلع الأوراق اللي عندك إن إحنا تمويلنا فاسد، أرجوك قول لنا تمويلنا فاسد، يا سيدي عرفنا، يمكن إحنا ما نعرفش، يمكن إحنا شغالين وما نعرفش. أرجوك مرة واحدة قولا واحدا، ما تفضلش تلوح لي إن التمويل فاسد، التمويل فاسد، بس طلع تمويلنا كله، طلع كل المحطات، شوف ادرس كل المحطات، عايزة أعرف، عايزين نعرف كلنا ايه التمويل الفاسد اللي انت بتتكلم عليه مره واحده بقى. لكن فيلم التمويل الفاسد، التمويل الفاسد، زهقنا، احنا زهقنا والناس زهقت، وعلى فكره ما بقاش حد بيصدق. فنرجو قولا واحدا ان احنا يكون الموضوع ده واضح. تاني حاجه بالنسبه لقانون المعلومات، واحنا الحقيقه هنناقش القانون ده اللي الاستاذ هيكل اعتذر عن مناقشته، قانون المعلومات في مجموعه من الاشياء. احنا نتمنى ان قانون المعلومات وكل القوانين اللي تتعامل مع الصحافه ومن الاعلام تناقش مع اصحاب المهنه، تناقش مع اصحاب الشان. اللي حصل امبارح في موضوع قناة الحافظ، برغم ان انا قريت لكم حيثياته، لكن الحقيقة لا اشعر بسعادة كاعلامية انه تغلق قناة او يغلق برنامج، مع اختلافي، انا قريت لكم الحيثيات وانا مختلفة تماما يعني شكلا وموضوعا مع مضمون ما يقال، مش بس عشان هو كان بيجرحني ويهني والحقيقة ان هو بيعرض بينا جميعا، لكن في النهاية
احنا اللي بنطلبه انه موضوع الغلق ده نتروى فيه شويه. مفيش اعلامي يفضل ان تغلق قناه، مفيش اعلامي يحب ان يعني يغلق برنامج. لازم في القانون في القوانين تدرج العقوبه، يكون في كلام عن غرامه، يكون في كلام عن تشديد عقوبه، يكون في ميثاق شرف واضح، مش بيتكلم عن امور عامه. مره ثانيه انا مختلفه تماما شكلا وموضوعا مع كل اللي بيتقال على هذه البرامج في قناه الحافظ بالذات، ارفضها تماما. لكن في النهايه الحقيقه برغم ان انا قريت لكم الحيثيات اللي كانت حازمه شديده الوطاه، لكن حقيقي تقيل على قلبي برضو ان انا ان برنامج يغلق او قناه تغلق، مش عشان ان احنا مهددين، احنا فعلا برضو مهددين يوم 9 مارس ان احنا نغلق، لا مش عشان كده، عشان يجب ان تكون هناك قوانين واضحه علينا وعلى غيرنا، قوانين شفافه علينا وعلى غيرنا، مفيش صفقه ومفيش قوانين ومفيش حاجات بمعايير مختلفه، ازدواجيه المعايير هي دي المشكله. وللسيد وزير العدل ارجوك اخرج علينا بالمستندات اللي بتتكلم عليها ان هناك تمويل وتمويل القنوات، وعرفنا الشبكه ومش الشبكه، احنا عايزين كمان نعرف الشبكه دي، وارجو ان انت تخرج علينا بهذه المستندات. طيب معي اتصال هاتفي من السيد الدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك، هل تحب ترد على موضوع الدهشور؟ اولا اسمح لي ان انا اشكر حضرتك على غيرتك على الاثار المصريه. طبعا اشكرك، ده واجبي يعني. ما اقول لحضرتك يعني، وده المفروض يبقى واجب كل مصري في على ارض البلد ديت، لان احنا عايزين مزيد من الوعي باهميه هذا التراث اللي احنا مسؤولين عنه عشان نورثه للاجيال القادمه، كذلك مسؤولين عنه قدام شعوب العالم كلها. طيب. لان احنا ده جزء من التراث البشري. موضوع دهشور، موضوع دهشور في شقين مهمين جدا. الجزء الاول ان الارض دي اثريه مهمه جدا، انها فيها اثار سواء من الدوله القديمه او الدوله الوسطى. منطقه في غايه الاهميه لا زالت لم تكتشف كما قالت الاستاذ وائل. تمام. الجزء الاخر لابد ان برضه نضعه في حسابنا، احتياج اهل هذه القريه الى جبال. يعني انا مش متخيل برضه ان احنا القدر لعب دور ان احنا نكون مجاورين بيهم، والامتداد الطبيعي بالنسبه لهم هي الارض بتاعتنا. احنا الموضوع الازاله ذو اجراءات معقده لان يتخضع للقوانين، عشان اقول ان هذه الارض اراضي منافع عامه اثار لازم نوقعها على الخرائط عشان نبدا نطلع بها قرار الازاله. فبنبدا نرفعها على خريطة ونصدر قرار ازاله بيمر بحاجه اسمها اللجنه الدائمه اللي هي اللجنه العلميه المسؤوله عن هذا الموضوع، وانا بطلع قرار الازاله فورا. بموجب قرار الازاله ده بتبدا تتحرك الشرطه عشان تستعين بالامن العام. الاهالي عندهم المشكله بتاعتهم وهي الجبال. طيب ما نعمل له مفيش منطقه ارض ثانيه يا فندم؟ ما انا هقول لحضرتك اهو، المشكله ان الارض كلها اثريه. فاحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا اخترنا موقع اخر بنعمل فيه جثات عشان نشوف اذا كانت خاليه من الاثار، هنبدا نسلمها للامداك الاماريه عشان ياخدوا الاجراءات، الاهالي ياخدوا الاجراءات ان هم يقيموا فيها الجبانه تاني. المشكله ايه دلوقتي؟ عدم الوعي وعدم الصبر بالنسبه للاهالي عشان نفرغ هذه الارض اذا كانت فيها اثار منقوله ناخدها ننقلها بعيد او نستخدمه من موقع اذا كان فاضي بعد ما يتم تسليمه للاملاك الاماراتيه. طبعا بس لازم يعني مع الوعي، الناس دي كلها بتشتغل في السياحه يا فندم، ففاهمه قيمه السياحه وفاهمه قيمه الاثار. حضرتك هتستحقي بقى في موضوع السياحه ده بعدين بقى، ده قصه طويله يعني، احب استضيف حضرتك وتقول لي بقى. تدمي القلب وتدمي طبعا 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 ده حقيقي. حضرتك هتتكلمي في السياحه ده موضوع بقى يطول شرحه. طب. يعني اذا كانت هتسمحي لي اجي اقعد مع حضرتك يا ريت تنورني يا فندم. اقتل السياحه في هذا البلد. طيب بس ارجع تاني لموضوع دهشور، هل عايزين سرعه تصرف لانه كل ما بقى في امر واقع. اتفضل. ايوه يا فندم، ما فيش حاجه اسمها امر واقع بالنسبه للاثار. مهما كان ومهما كان علو الشخص اللي بيتعدى الارض الاثريه، اللي بيحكمنا جميعا القانون ابتداء من رئيس الجمهوريه الى اصغر واحد في هذا البلد. ما يا فندم اذا اتعملت جبانات هناك على الارض دي وخلاص الناس اتدفنت فيها هيبقى صعب جدا. يا فندم لازم حضرتك تحس يعني تعرفي برضه ان مش ممكن في لحظه هيموت مثلا 300 500 واحد في لحظه. انا عارفه بس برضه هيبقى صعب على الناس، هيبقى عندك مشكله اكتر. يا استاذه نميس احنا خدنا النهارده الخطوه النهائيه، صدرت قرارات الازاله فعلا علشان نبدا ننفذها على ارض الواقع. في نفس الوقت ان احنا تحاورنا مع الاهالي عشان يعرفوا ان احنا خدنا من جانبنا الاجراء. وعلى الرغم ان دي مش مسؤوليتنا،
لكن احنا برضو لابد ان نراعي البعد المجتمعي في هذه المنطقه. طيب انا اشكرك على هذه المداخله، وارجو ان احنا نتابع مع حضرتك قرارات الازاله وتنفيذ قرارات الازاله باكبر قدر من السرعه والتوافق كمان مع الناس عشان ما ناذيهمش وما نضايقهمش. انا فاهمه طبعا مشاعر حضرتك، وارجو انك تنورنا قريبا وتكون ضيفنا عشان نتكلم على السياحه والاثار اللي بتوجع قلبك وبتوجع قلبي الحقيقه وقلب كل مصري. أشكرك سيادة الوزير محمد إبراهيم وزير الآثار اللي أكد لنا أنهم بالفعل اتخذت قرارات بشأن أرض دهشور، الأرض المتعدى عليها في الأرض الأثرية، وأنه بالفعل سيتم إيجاد جبانة أخرى للمواطنين، وسيتم اتخاذ الإزالة أو تنفيذ أمر الإزالة سريعا. وهنتابع ده بكاميراتنا السياحة 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 السياحة، مش حرام، ارحمونا، هذا هو مفتاح الذهبي للاقتصاد. نخرج فاصل ونشوف بعد الفاصل بقى ضيوفنا ونتكلم عن الصكوك، هل الصكوك هي مفتاح الاقتصاد المصري ولا لا؟ حسن محمد محمد عبد الرحمن يوسف اسماعيل اسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر اسامه يوسف اسماعيل المراسي عمر عبد العزيز حسن الفرماوي محمد حسن السيد مبارك حسين كمال الدين ابراهيم سالم علاء محمد حسن السيد مبارك جمال محمد حسن السيد مبارك شكلا وفي الموضوع بنفض الحكم المقرون فيه والإعادة. ثانيا قبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد حسن السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العدلي شكلا وفي الموضوع بنفض الحكم المقرون فيه والإعادة. الحكم المؤبد اتلغى، حكم البراءة اتلغى، الحكمين لأن النيابة كانت طعنة والمتهمين اللي محكوم عليهم كانوا طعنين. الطعنين اتقبلوا، معناه ان تعاد المحاكمة مرة اخرى من حالة الصفر. اخترنا ان احنا نجيب كل مؤسسات التمويل اللي موجودة في امريكا وبره امريكا على اساس انهم يسمعوا القطاع الخاص المصري، وكده نقدر ان احنا نجيب تمويل للقطاع الخاص عشان يبتدي ينطلق ويشتغل.